السلام عليكم، معكم أخوكم الدكتور فهد العوفج. راح أقدم لكم نصائح بإخواننا الحجاج عن موضوع الضغط. أول شيء الأدوية لا تنسونها تأخذونها معاكم، وإذا حسيتوا في أي عياء سواء كان في الصداع أو كان في الدوخة، أي إعراض من عروض ارتفاع الضغط، توجهون إلى أقرب مركز صحي هناك. أتمنى لكم موسم حج آمن وصحي.